تقول: كثيرا ما أقرأ كتب الأدعية وأجد أدعية كثيرة أحب أن أدعو بها، لأنه يذكر أنها وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكني لا أفهم معناها بالضبط، فهل لكم مثلا أن تفسروا لي معنى هذا الحديث الذي وجدته منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قالوا: كان من دعائه عليه الصلاة والسلام الدعاء التالي: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم اجعلني إليك أواها مخبتا، اللهم اغسل حوبتي واسلل سخيمة قلبي. هذا دعاء عظيم، وهو دعاء بالسلامة من هذه الآفات التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دعا بهذا الدعاء عن يقين وإقبال على الله سبحانه وتعالى وتأدب بآداب الدعاء فإنه حري أن يستجيب الله له. إن الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعلى المسلم أن يدعو الله موقنا بالإجابة، وأن يتحرى الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، وأن يكون مأكله وملبسه من الحلال، لأن الذي يأكل الحرام لا يستجاب له دعاء. وكذلك أن يكون دعاؤه ليس فيه اعتداء، إثم أو قطيعة رحم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ترجو الشرح شيخ صالح، هل أذكر الألفاظ وتتفضلون بشرحها أم تشرحونها شرحا إجماليا؟ نعم أذكر. جهد البلاء. جهد البلاء، البلاء معروف، وهو الامتحان والذي يمتحن الله به عباده بالمصائب وغيرها، والجهد هو المشقة. نعم. درك الشقاء. درك هو الهلاك. نعم. والشقاء ضد السعادة. نعم. وسوء القضاء. نعم. وسوء القضاء. نسأل الله أن يلطف به في قضائه وقدره، وأن يقدر له الخير. نعم. الاستعاذة من شماتة الأعداء. لا شك أن الشماتة أنها شر، وذلك بأن يتجنب الإنسان الأخلاق والأقوال والأفعال التي ينتقده فيها أعداؤه ويفرحون عليه بها. تجنب سيء الأقوال وسيء الأعمال وسيء الأفعال، وإذا ابتلي بشيء من ذلك فليستتر ولا يظهر للناس ولا يجاهر بالمعصية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. اللهم اجعلني إليك أواها. أواها يعني مقبلا تائبا. نعم. مخبتا خاضعا ذليلا لك. نعم. اللهم اغسل حوبتي، مراد غسل الخطيئة. اغفر لنا حوبنا. نعم. خطايانا. الحوب هو الإثم، وغسله إزالته للمغفرة والتوبة. نعم. سخيمة القلب، واسلل سخيمة قلبي، ما يكون في القلب من الغل والحقد وسوء المعتقد.